السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأملاً بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيات من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها. قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم الفصل هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين ويفصل بينهم ويفصل بين كل مختلفين، كما قال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قوله تعالى: يوم لا يغني عن مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، أي لا أحد يستطيع أن ينصر أحدا، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، فكل مشغول بنفسه. قوله تعالى: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، أي إلا من نال رحمة الله جل وعلا فإنه ينتفع بها، لأنه سعى لها سعيه في الدنيا. قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. شجرة الزقوم هي الشجرة الملعونة في القرآن، ذكرها الله جل وعلا بقوله: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وهي شجرة ملعونة، وهي معجزة عظيمة أنها شجرة في جهنم ومع ذلك لا تحترق، فإذا جاء أهل النار، أهل النار إذا جاءوا ذهبوا لهذه الشجرة فأكلوا منها فغلت في بطونهم، كما في الآية الكريمة: كالمهل يغلي في البطون، أي المهل المقصود به الصديد المنتن خبيث الطعم والرائحة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث مجاهد أن الناس كانوا يطوفون وابن عباس معه محجن، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأمرت عليهم عيشهم، أي لأفسدت عليهم عيشهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا هذا الزقوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي يقال للملائكة الزبانية: خذوه فاسحبوه على ظهره ثم ارموه في وسط جهنم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. هذا يشبه قول الله جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. قال جمع المفسرين: إن الملك يضربه بمقمعة على رأسه فيفدح دماغه، ثم يصب على رأسه
من هذا الحميم الذي يغلي حتى يسلت ما في بطنه من أمعاء حتى يخرج من كعبيه، نعوذ بالله من حال أهل النار. ثم يقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي يقال له ذلك على سبيل التهكم والسخرية: كنت تقول في الدنيا أنك كريم على الله وأنه لن يصيبك عذاب الله، فالآن اتضح أنك الذليل المهان الحقير. بعد ذلك تنتقل أو ينتقل المشهد إلى ذكر حال السعداء. الأول كان حال الكفار العصاة، والآن ينتقل السياق إلى ذكر السعداء: ففريق في الجنة وفريق في السعير. قال سبحانه: إن المتقين في مقام أمين. المقام الأمين هو الجنة، الذي لا خوف فيه، الذي لا خوف فيه ولا حزن ولا هم ولا مرض ولا خروج من هذه الجنة. قوله تعالى: في جنات وعيون. أهل الجنة بخلاف أهل النار، أهل النار يعذبون ويصب عليهم الحميم، وأهل الجنة في جنات، والجنات هي البساتين الجامعة للأشجار تجري من تحتها العيون والأنهار. ثم قال سبحانه: يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. أي لباسهم الحرير، وهو اللباس الأخضر، والسندس هو رقيق الحرير كالقمصان ونحو ذلك، والاستبرق ما فيه بريق ولمعان. ثم قال سبحانه: كذلك وزوجناهم بحور عين. الله جل وعلا يزوج المؤمنين في الجنة بالحور العين. قيل سميت حورا لأن الطرف يحار من جمالهن وينبهر العقل من شدة هذا الجمال. قال مجاهد: سميت حورا لأن الطرف يحار من جمالهن ومن شدة بياضهن وحسن ألوانهن. وقيل سميت حورا لأن الحور هو عبارة عن شدة سواد العين مع شدة بياضها، كما قال سبحانه: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. كلما أرادوا من فواكه أحضر لهم مما له اسم في الدنيا أو ليس له اسم، كما قال سبحانه: فيها فاكهة ونخل ورمان. قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لم يستثني الموت في الجنة، لأن الجنة خلود أبدي سرمدي، وإنما استثنى الموت في الدنيا فقط. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، والذي فيه بياض وسواد، ويقال لأهل الجنة: خلود فلا موت. يذبح هذا الكبش ويقال لأهل الجنة: خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. قوله تعالى: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. أي كل ذلك فضلا وكرما وإحسانا من الله تعالى، وإلا فلن يدخل أحد الجنة بعمله. حتى قالوا: يا رسول الله، كما في الصحيحين، حتى أنت عندما قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ذلك الفوز العظيم، وهو النجاة من النار ودخول الجنة، كما قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال سبحانه:
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي هذا القرآن أنزلناه قرآناً عربياً لعلهم يتذكرون، أي يفهمون ويعلمون. ثم قال جل وعلا: فارتقب إنهم مرتقبون، أي انتظر فإنهم منتظرون، فسيعلمون لمن الغلبة. الغلبة لك ولمن الغلبة لك ولإخوانك من الأنبياء والمرسلين ولمن اتبعك من المؤمنين. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.